يا هلا فيكم مشاهدينا مرة أخرى من سكاي نيوز عربية في أسبوع الكويت. نعم ليلى، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الفنان الكويتي المميز والكوميدي طارق العالي. أهلا بك بمحمد إلى تغطية سكاي نيوز عربية لأسبوع الكويت. مشكورين، وهذه التغطية هي غريبة عليكم سواء على قناتكم ولا على الإمارات ولا على الخليج. ما شاء الله اللي قاعد نشوفه في الكويت هالأيام من دول الخليج، شباب وعوائل يشاركونا فرحة التحرير والاستغلال، وأيضا عيد الجلوس لصاحب السمو أمير بلاد حفظه الله ورعاه وسمو لعهده الأمين، هذا أكبر دليل على هالمحبة والترابط، وأسأل الله يديم علينا الأفراح يا رب. طيب بالحديث عن الفن، كثير من الكويتيين، لأن يعني أتحدث عن الخليجيين، يرون أن الفترة الذهبية للفن وما قدم يعني حتى على صعيد الرياضة والأعمال الغنائية كانت يعني أفضل مما بعد التسعين. كيف تنظر لهذا الرأي؟ شوف، كل زمان يتغنى في الزمان اللي قبله، يعني حتى أيامهم اللي قبل كانوا يقولوا لهم لا وين أنت وشوفوا اللي قبلكم. فالماضي والذكريات، يعني كل واحد له ماضي تربطه ذكريات جميلة. اليوم احنا في عالم السرعة والتكنولوجيا، حتى يعني ما عاد شوي تفرق بين، حتى بكل احنا هالبرنامج صار في تكنولوجيا حتى بالاخبار في التغطية. حلو زمان قبل، حتى المسؤولين كانوا قبل غير يحبون الفن. الان عندنا يعني صار سريع، يعني ما عاد، يعني حتى بعض الاحيان واحد يبونه مو مكانه. قبل أول ما تأسس شيء يلا منو اللي يفهم الأمور هذه يبوه، فكان يبدع. الحين والله مش حالك، يلا يبركب هذا حط هذا. بس أيضا عنصر التكنولوجيا، عنصر السرعة، الناس تغيرت، فكل اللي تغنى على ماضيه. نعم، كذلك ذكرت أستاذ طارق عن في مقابلة لك عن الرقابة، أن الرقابة أصبحت أكثر تقييدا للممثل بعد 1990. إيه، هذا صحيح. اليوم انت يعني الرغيب قبل كان ما في تكنولوجيا، يعني لاحظت رغيب شو تقول، هذا ما كان في نت يشمله كل الحين تحط انستغرام يابو لك اياه كل شيء. يعني انت اليوم بتراقب المسرح واللي ينقال بالقنوات هذه، مو بس الفضائيه التلفزيون، حتى على مستوى التلفون. فانا اعتقد سالفه الرغيب هذه ما عاد، يعني ما دام وصلنا 2016 والخطا احيانا كان يمكن يمر اول، لكن الحين مع وجود الكاميرات وال يعني الكل يصور، يمكن يبالغ في حجم الاخطاء البسيطه. يا حبيبي الحين انت تشوف فيلم اجنبي، يعني انين على نقول رغيب على الالفاظ، حتى رسوم متحركه امريكيه ولا اجنبيه فيها كلمات عيالنا مستانسين، حتى رب الاسره قاعد يمكن ما يعرف انجليزي مثلي، يعني يمكن ما اعرف انجليزي صحيح، وتمر عليه كلمات زين وهو يقول لك ها شو. فالآن ما عاد أنا دور الرغابة دور وظيفي، يعني شوف إيش قالوا وما قالوا، يعني نتكلم على الكويت. عندنا يعني حتى نائب مجلس الأمة يعني ما عاد يصيد بعضهم عشان لا نشملهم كلهم يشتكون علينا زين. لا، بعض النواب يبي يمسك شغلة على الوزير، يا معود دوروا لي أي شيء. سنة من السنين يبون، كان وزير الإعلام السنعوسي الله يذكره بالخير مطار، نعم، مسرحية أنا مقدمها من خمس سنوات، تتدري يعني قبل لا يستلم الوزارة. يه نائب قال في مسرحية قلتوا فيها كذي، وينك أنت من خمس سنوات هين؟ فعملية هذه صارت تصيد للرقابة، يعني شيء شكلي. أما الحين أنا واحد عندك شيء روح اشتك في قضاء، وإحنا قضاءنا عادل الحمد لله. إيش تقول طارق قال كذي؟ يعني الصحافة تكتب فيها كل شيء وينذكر فيها كل شيء. القنوات الفضائية ينقال فيها يات على المسرح ولا التلفزيون، الناس قالوا لا. زين أنت من اليوم قاعد تسمع حكي. طيب تزاحموكم نجوم التواصل الاجتماعي مع الملايين اللي يتابعونهم، كيف تشوفون هذا الزخم والأنظار اللي توجهونهم وأنت عندك مسرحية اسمها أنفولو؟ شوف هذيلا يعني ما أنا بخصهم حقهم، في منهم ناس أدوا رسالتهم في السوشيال ميديا على أكمله الوجه وبيض لويهم، في ناس خذوها هبل واستعباط، هذول فقاعات وتمشي. بس فقاعات وراهم ملايين. إيه، ما أقول أنا قبل بالمسرحية تلقى واحد عزكم الله وعز الله السامع احترامنا قنوات مشاهديكم وقناتكم، تافه باصج أو واحدة
يضحكون الناس. الحين انا اطق رقبه عندك، شوف اطق رقبه يا سلام. ثاني يوم بنيوز طارق العلي، هذه بنحطها الحين بنهاشتقها والله. لا لا جيد صحيح، خلي طق رقبه وضح وسوي حركتين. يتابعونا يبه الناس تبي تضحك، تبي تستانس، تبي تفرفش، تبي اي ضحكه. يا رجل قبل اذا صارت مأساة الناس تقول لا حول ولا قوه الا بالله، الحين واحد يطيح يقول ها يضحكون عليه. الناس تغيرت يا رجل. فاستطيع أن أنتقل إلى محور آخر مع الفنان الكبير طارق العلي. حضرتك قدمت مسرحيات بما أن بمناسبة اليوم عيد التحرير، تحرير الكويت، قدمت مسرحيات وصلت رسالة عن هذا اليوم وعن فترة الغزو، حدثنا عن ذكرياتك في ذلك الوقت. ردينا على ذكريات. حنين للماضي دائما، نحن للماضي أكيد. اللي ما له أول سيف العرب قدمت دور مهم صراحة. طبعاً كانت طاقتك واضحة في المسرح، ما أنسى يعني الدور المهم. سمعت اللي يقول أكون أو لا أكون. أنت اليوم قاعد تشتغل مع كبار نجوم، يعني عمي عبد الحسين عبد الرضا، الأستاذ حياة الفهد، الأستاذ خالد العبيد، الأستاذ مريم الصالح، أبو جسوم من الرعيل الأول، وأسماء ثانية لازم تثبت وجودك. وكنت على قول بقطها، قال لك اقضب الباب بقضب، قال لي كمل بكمل. وكانت هالمسرحية هذه يعني على قولتهم مفرق في حياتي الفنية، يعني الحمد لله سهل علي طريق فضل الله سبحانه وتعالى. ارتجلت كثير فيها؟ ايه اغلبها ارتجال شكله الظاهر. شوف العمل الكوميدي لابد في ارتجال، لابد في خروج عن النص، يعني ما عليك من اللي يتفلسفون ومن ربعنا احنا فنانين وشي. لا عمل كوميدي اذا ما في خروج عن النص هذا عيال بغبغاء ممثل. لازم يبدا. كان في افيه معين تذكر فيه كيفي نجمه؟ ايه كيفي نجمه، واسمحوا لي يا مو انتم طبعا على كل من يكرهنا يعلكم الماحي. وبعد والله هسه عصب اضرب نفسي، كانت كاركتر لجنود الطاغيه وليس ضد الشعب العراقي. وليومكم هذا الحين احنا ب 2016 ده ما عملنا مسرحيه نشتم فيها الشعب العراقي كما يدعي ناس اخرين ان احنا نشتم. انا واحد من الناس ليومك هذا نغني اغانيهم وهذا، ومتعايشين مع الشعوب مسالمين. ودائما ما يعني تدخل يعني الفن التراثي، لكن اللي زبانيه الطاغيه اللي راح هو اللي كان نعم. لكن الحمد لله الكويت قدمت مساعدات للشعب العراقي، حنا بفضل الله ساهمنا مساهمه كبيره في تحرير العراق من طاغيتها. زين في امور كثيره الحمد لله، واحنا هذا احنا ك أهل الخليج وكويت الكويت نقول حق الجار على الجار، حتى لو أذانه الرد للمعروف. طيب المسرح طارق العلي الآن مسرحه هو الأول الكوميدي في الخليج ومعروف ويحقق يعني مشاهدات عالية وحضور عالي حتى لا تقول في دول الخليج. مستمر مستمر إيه، في يمكن غيري أفضل مني. المسرح الثاني اللي يقدم ربما القصص اللي فيها شوية يعني يسمونه النوعي، النوعي مال المهرجانات وينه؟ ما له سوق، مش ممكن يحصل له سوق. مو قضية سوق، أنا قاعد أقول لك اليوم الجمهور يبي ياخذ أهله ويستانس، وهذا في له جمهور نوعي اللي هو جمهور يعني من ربعنا. المهرجانات حقنا احنا، هذا الممثل اللي يطلع طاقاته الثانية من خلال عمل 45 دقيقة انكثر 50 دقيقة، هذا يسمونه حق المهرجانات. وتاخذ مدارس التمثيل المناهج والمذاهب، زين العبث والتجريب هذا يطلع ما فيك الشيء الثاني اللي ما سواه الفنان. نعم. غير الكوميديا او التراجيديا العاديه. نعم استاذ طارق، ينتقد البعض الفنان طارق العلي ويقولون انه يكثر من السخريه من الشخصيات او من بعض الكاركترات. هذا قلت لك كلام، اول عمل كوميدي كله كاركترات، هي مش الشخص السخريه من الشخص. اليوم انا الحين قاعد ها عندي وانتم قاعدين لكم كاركترات معينه، ابى اقول انا ابى اعلق. انا ما مثلا تقدر تقلد مو شخصك يعني مذيع الاخبار، شو الكاركتر اللي تشوفه في لا يعني مذيع الاخبار مثلا زي المشاهدين طاق ولا يتحرك، تقول طاق في عرج لا ولا، وبعضهم لانه يتابع هذا الرول زين. فالسخريه من الكاركتر وليس من الشخص، لان هذا الشخص قد يكون دوره اقل مني كثير لكن صديقي المقرب. صحيح. وانا عندي اصدقاء ربعي حيل
أدوارهم بسيطة في المسرح، لكن أحيانا تنتقد نفسك. وأنا كثير يعني العمل الكوميدي في جو ساخر، في جو كوميدي، لكن مو شخص على شخص. أنا ياما طرت ناس من الحضور غلطوا على ممثل بسيط كاركتره، قال مش عارف إيش، توقف العرض أنت من ضمن الحدث، قال لا، قلت له قوم اطلع برا. أنا قلت له برا خلص اطلع في نص العرض. إيوه، فالحمد لله فضل الله، يعني ولو أن الجمهور كله يجينا محترم سواء بالخليج ولا هذا، حتى تعليقاته ساعات تصير من صالح العمل فنضحك كلنا ونكمل. طيب ممكن أن نشاهد طارق العلي بشكل مساحة جادة على يعني عالم التقنية، مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، أن يكون عمل موجه لهذا، وخاصة أنك ناشط في 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 مواقع التواصل الاجتماعي. شوف كل عملنا، كل عمل قدمه احنا كوميدي ساخر إلا أنه موجه. أيضا السوشيال ميديا هذه ترى قاعد تحفظها وأنا ياكم، ها زين. التواصل الاجتماعي أيضا له جو ثاني، هذه حياة أخرى للفنان. أنا داخل الصندوق هذا، التلفزيون أو السينما أو المسرح، شخص في السوشيال ميديا طارق العلي. يعني ممكن أقول شيء أقوله في المسرح ممكن، لكن في المواقع التواصل لا، لأن شخص آخر أكون. إذن كنت معنا الفنان طارق العلي اليوم في يوم التحرير من سكاي نيوز عربية، شكرا جزيلا لحضورك معنا. والآن نهاية نافذتنا من الكويت فيصل، سنعود إلى استوديوهاتنا في أبوظبي.